في الفيديو النهاردة هنتكلم على حاجة جديدة جدا وشخصية جدا، شعر جسمك. شكرا يا جماعة ان انتم في حياتي، شكرا ان انتم مخليين حياتي ليها هدف، حاسس ان انا بفيد حد، شكرا. وطبعا ما تنسوش تعمل سبسكرايب على فيسبوك ويوتيوب وانستجرام وسناب شات وتويتر عشان يجيلكوا ابديتس عن اي حاجه جديده بعملها او يجيلكوا نوتيفيكيشنز عن الفيديوز اول ما تنزل. اللي خلاني افكر فكره الفيديو ده حاجتين. اول حاجه فيهم ان كان في اعلان جه، كان في ست، اكيد الستات فاكرين الاعلان ده كويس قوي، ان في ست كانت نايمه وجوزها جنبها وصحي من النوم شعر جسمه كله عرقان وظهره بينقط، في نقط كده بتنزل نقط عرق، اكيد فاكرين الاعلان ده، كان اعلان تكييف. اول ما شفت الاعلان ده طبعا حسيت اللي هو ان الست دي ربنا يكون في عونها، لان هي كانت مستغربه الموضوع، ان يعني الموضوع بالنسبه لها كان مش حلو ان في شعر ونزل فيه نقط غريبه كده. وتاني حاجه خلتني اتكلم في الموضوع ده ان انا لقيت ان في ناس ممكن تربط شعر جسمه بالرجوله، يعني واحد ما بقاش عنده ولا شعر في جسمه فواحد يروح راجل زي يروح يقول له يا املس اللي ما عندكش ولا شعر في جسمك، دي بتقال على الدقون برضو، واحد ما عندوش دقن خالص يقول يا املس. لا، هو الاملس اللي بيقول لك كده املس في دماغه، شعر ايه اللي مربوط بالرجوله؟ الرجوله ملهاش اي دعوه بالشعر، شعر جسمك يعني لو اتشال بقيت خلاص مش راجل، شعر جسمك او دقنك عمرها ما كانت دليل على رجولتك، الرجوله اكبر من كده بمراحل، لان في واحد راجل يعني بيبقى مشعر وجسمه عامل زي الغوريلا، وواحد تاني ما عندوش شعر خالص او عنده في كتفه وما عندوش في صدره وعنده في ظهره ما عندوش في بطنه، فدي حاجه مش عمرها ما تخلي الراجل ما تديلوش وزن خالص او تقلل من وزنه. في ناس بتطلع البحر، انا عن نفسي لما ببقى قبل ما اسافر عامل فورمه حلوه فعايز اتاكد ان انا وصلت اللي هو المرحله اللي انا عايزها بالظبط، ببقى عايز اشوف الخط بتاع البنش، انا عايز اشوف انا حر، فلو شلت هتقول عليا مش راجل؟ لا معلش، اكيد في حاجات كتيره ممكن اثبت لك بيها ان انا راجل غير شعر صدري. شعر جسمك ونظافتك الشخصيه دي حاجه ترجع لك انت، ما ترجعش لحد تاني، اللي يقول عليك غير كده يبقى هو اللي مش راجل واملس في دماغه. ندخل بقى في موضوع الفيديو الاساسي. الفيديو النهارده انا هقول لكم مثلا على 3 4 حاجات كده تعملوهم على اساس ان انتوا تعرفوا تشيلوا الشعر ده لو عايزين في اماكن كلها كالعاده، او في الاماكن اللي هي السهله اللي ما فيهاش مشكله. فالحته دي رجالي شويه، وفي حد بيتفرج ومحرج شويه يبقى يستنى الحته دي يعمل لها سكيب. اول حاجه ممكن تستعملها عشان تشيل شعر جسمك مكنه الكهرباء. المكنه الكهرباء ممكن تشيل اي حاجه في جسمك فيهاش مشكله خالص، بس الفكره ان الاماكن الحساسه لازم تستعمل لها الغطا بلاستيك اللي بيجي معاها ده، او المشاط لو انت جايب المكنه الكهرباء اللي هي بتاعه الحلاقين دي ممكن تحط عليها المشط عشان ما تتعورش. تاني حاجه الموس، طبعا انا ما بفضلوش قوي عشان بيتقل الشعر زياده او كده، بس انت لو عايز خلاص حاجه يعني فاهم، لو عندك بطوله مثلا كمال اجسام او حاجه ممكن تعمل حركه الموس دي على سن انت تجيب. بس هتعمل ايه؟ هتروح واخد الموس وداخل جوه الدش وتحط على جسمك قبل ما تخش زيت وتنزل الميه على جسمك وتشيل الحتت اللي انت عايز تشيلها. تالت حاجه، في كريمات بتتباع في الصيدليات للموضوع بتاع الشعر ده، بس انت لازم تختار حاجه واقرا كويس اللي مكتوب على العلبه، لان في حاجات ما ينفعش تستعملها للاماكن الحساسه. الكريم ده بتحطه على الحتت اللي انت عايز تشيل منها الشعر وبتسيبه شويه صغيره وبعد كده تغسله تلاقي الشعر راح، بس ما تستعملوش في الاماكن الحساسه، اقرا الكلام المكتوب الاول عشان بيحرق جامد. رابع حاجه ودي ممكن تعملها مع مراتك لو مكسوف في الموضوع، ودي بتتباع في الصيدليه برضو، اللزق اللي بيتحط على الحته اللي انت برضو عايز تشيل منها الشعر وبتشيله. طبعا انا بقول الكلام ده كله، انا دي حاجه ما ترجعليش، انت تعمل اللي انت عايزه ومفيش اي حد يقدر يقول عليك راجل او مش راجل عشان شعر جسمك. المهم شوف انت الاول انت عايز تعمل كده ولا لا، قرار بتاعك انت. تاني حاجه، لو انت عايش مع واحده لازم تسالها هي بالنسبه لها الموضوع ايه. اهم حاجه الاماكن يا جماعه الحساسه مهمه جدا على الاقل تعملها كل اسبوعين 3 او شهر بالكتير قوي وتشيلها، عشان النظافه وعشان علاقتك مع مراتك وعشان حاجات كتيره جدا. فاهتم بنظافتك الشخصيه دي، الحاجات دي فعلا هتفرق معاك قدام قوي، واهتم بيها دلوقتي عشان لما تبتدي تتجوز او حاجه عشان الست اللي معاك في البيت تتعلم منك، لان انت لو مش واخد بالك من نفسك وهي بتاخد بالها من نفسها هيجي مع الوقت خلاص هتقول لي اصلا مش فارقه. بس يا جماعه انا خلصت كده الموضوع جديد شويه علينا، بس احنا مفيش كسوف بينا نتكلم في اي حاجه احنا عايزينها يعني. سلام.